نرجع لحديثنا المنظم في سياق تمام ذي القصيد. قد ما يدخل جهنم شرار القوم الوعيد يقول يا من يرى ويعلم الجبري نمشي لهم وكيل يوجدهم في فراد مولانا في غيار في الحوطة ما كمل حطام لما توقظ في بدانهم بالهيب النار يحكي ولا سلوك الفدام نعم الطيور خاف الجنة والنار ايوم البحر والطيار نعم الطيور خاف الجنة والنار نهار البعث والقيام نارهم تهرب من جبريل مسير مئة عام تخمد له من الهيب ويقولوا بينا ويقولوا له من تكون راهبهاك جميل ارحمنا بيك ربنا من ذي التعذاب ويقول لهم انا صاحب بيكم وخليل جيت نرحلكم فراج الله قريب ويقولوا اصحاب المخترع من بينا بهيل وجود كيف تركنا مع النصارى والمجوسين واليهود زادوا العذاب ناد صارى شمو كثير نكود رانا في كل ساعة معاهم في غيار الهول وكثرة الخصام وكثير من النفاق في خبايث الشرار وعذاب وجملة نقام نعم القيوم خالق الجنة والنار ليوم البعث والقيام نعم القيوم خالق الجنة والنار نهار البعث والقيام الحين يعاود الأميني للملك على أهل المحان يقول الله تعالى حالة ناس الجحيم اللي سهية تخفيك راهوم من العذاب في شر الحالة طائفة الإسلام ضجة تضر عليك ويقول له الرب لا تمهل في ذي المسالة يعجل جبريل برسالة لمقام الطاهر الوسيم ويعاود له ذي المسالة ما قالوا القوم في الجحيم يسجد الشامخ الجلالة لله الأحد العظيم يسمع للنداء ارفع راسك تنصار بما يرضيك على الدوام ويقول له طائفة أمتك اللي في النار ويقول له طائفة أمتك اللي في النار خرجهم قاع يا سلام نعم القيوم خالق الجنة والنار نهار البعث والقيام نعم القيوم خالق الجنة والنار ليوم البعث والقيام.